هذه الفقرة اتجاهنا فني ثقافي مع ضيفتنا سارة طيبة الحاصلة على الماجستير في الفنون، وفي نفس الوقت ما شاء الله تبارك الله هي كاتبة ومؤلفة ولديها تجربة في التمثيل وكتابة السيناريو. نورتنا عبر زوم، أهلا وسهلا فيك سارة، وسعيدة جدا بتواجدك معنا اليوم. وخليني أبدأ على طول معك من تجربتك الدراسية في سان فرانسيسكو، وكيف اتجهتي للمسار الإبداعي والفني؟ أهلا، شو أخبارك؟ وشكرا أنكم استضفتوني هنا. بالعكس واجبنا. ما أتذكر في لحظة معينة أنا قررت فيها أنه يعني أكون فنانة، بس يعني طول عمري من وأنا صغيرة يعني ما في أمل أفلح في رياضيات أو فيزياء، فكان دائما عندي ميول فنية. كنت عارفة أني طريقة ما أنا حكون فنون، بس مع الوقت بدأت أستوعب أن أنا أكثر مهتمة بالرسوم الحرة والفاين آرتس، عشان كده رحت سان فرانسيسكو ودرسته. أما الفيلم ميكينج جاء صدفة تماما، ما له أي صلاح بدراستي. سبحان الله، بس فعلا يعني أنت أبدعتي في مجال التمثيل، وأبغى أعرف يعني بعد علاقتك الفنية نشأت علاقة جديدة بينك وبين الكتابة والتأليف اللي تحولت لاحقا إلى كتابة سيناريو، فأبغى أعرف كيف تكونت هذه العلاقة؟ شوف، أنا بالنسبة لي طول ما أنا لسه تحت مظلة الفن فأنا تمام، يعني كله يكمل بعض، عرفتي؟ ما في شيء يأخذ من شيء. وتخنكت من هنا شوية أروح هنا، تخنكت من هنا شوية هنا، فأنا أشوفه تحصيل حاصل ويكملوا البعض. كيف بدأت التمثيل؟ صدفة بحتة، كنت في أمريكا بدرس، ومن أقرب صديقاتي نادى مجددي كان عندها مشروع تخرج فيلم قصير، قلت لي أنت اللي حتمثلي فيه، فقلت لها يلا طيب مشروع جامعة. وفعل هذا المشروع، يعني هذا الفيلم القصير اسمه كيكة زينة، إخراج نادى مجددي، راح ألف أكثر من 18 مهرجان يعني حول العالم، ومن هنا عرفوني يعني المخرجين الثانيين، وبدأت أمثل في أعمال أخرى وكذا. أما الكتابة يعني ما كانت صراحة، كانت بالنسبة لي هي تجربة شخصية بيني وبين دفتري وفي غرفتي، وبعدين كذا اللي حولي صاروا يزنوا علي إنه لازم تبدأي تكتبي سيناريو، لأنه محتاجين كثير أصوات نسائية، يعني ما في أحد يحكي عننا أحسن مننا، وإحنا يعني صاروا يشجعوني وبس، وصارت فعلاً. فعلاً سبحان الله، يعني رب صدفة خير من ألف ميعاد، دخلتي لهذا العالم وهذا المجال وأبدعتي فيه، وأنت ما كنت يعني ولا في بالك 1% أنك تمثلي. ولكن خليني أتكلم معك سارة عن مسلسل جميل جداً بالتحديد كنت فيه ممثلة وكاتبة، فنبغى نعرف وين كان التحدي اللي واجهتيه، وقد إيش كنت راضية عن هذه التجربة؟ شوفي، يعني بالنسبة لي عملت كثير أشياء قبل جميل جدا، بس بالنسبة لي جميل جدا هو أول عمل يوضح مختلف جوانب شخصيتي، سواء كان كمؤلفة أو كاتبة أو بطلة. حسيت أنه كان كمان أكثر وقت لي على الشاشة، ففي رينج للشخصية، فأنت بتشوفي مو بس اللي إحنا متعودين عليه نشوفه كده بنت، بالعكس كان في يعني بنت شبهنا وما هي بالصورة النمطية عن البنات اللي نشوفهم دائما في التلفزيون. فكان بالنسبة لي ضروري جدا انه نبان على حقيقتنا وعلى طبيعتنا، وكثير ناس يتواصلوا فينا ويرتبطوا فينا. وفكرة اني اكون مؤلفة وبطلة هذه فكرة عندي مرة من زمان، يعني كثير اتفرج مسلسلات امريكية وبريطانية يكون الكرييتر حقها هو الليد اكتر فيها، فقعدت اطبخ هذا العالم وهذه الفكرة وابنيه على راحتي ايام الحظر المنزلي. ومرة كنت يعني محظوظة انه وصديقي أنس بطهف اللي هو مخرج العمل آمن بالعمل من أيام ما كان على ورق وأفكار مكركبة، وأخذ يعني أخذ بي وقال يلا بينا ونعمله. وفعل صراحة أنا كنا مرة مشغولين بأنه نعمل العمل من غير ما نفكر بالنتائج، وحقيقي ردة الفعل حقيقي يعني صدمتني قد ما هي إيجابية وقد ما وصل للناس في وقت أقل من شهر. قد إيش من 10 راضية عن هذا العمل؟ لا، ما تسألي فنان ده السؤال. خصوصا أنت المؤلفة وأنت البطلة، فأحتاج تقييم منك كمان، أبغى أعرف يعني ردود أفعال الناس اللي وصلتكم. يعني لسه أنا طبعا دائما يكون عندي مجال للتعديل وللتحسين، فلا يعني هنقول أنا راضية، يعني عجب الناس مرة
بس أنا راضي شخصيا يمكن 7. 7 حلو يعني نسبة كبيرة جدا. وبالعكس يعني المسلسل مسمع عندنا وكثير من الشباب والبنات حبوه وحبوا فكرة البنات أنه كيف فعلا زي ما ذكرتي سارة بطبيعتهم أكثر وبينقل صورة البنات بشكل صحيح. طيب إيش النقلة اللي سواها لك هذا العمل؟ يعني إيش تعلمتي من أجواء الاحتكاك الفنية وأيضا الخبرة اللي اكتسبتيها؟ يعني أنا أول شيء أكثر شيء فخورة بي وسعيدة فيه إنه أكثر من 80% من الكاست حق العمل أكثر من 80% سيدات، وهذا بالنسبة لي بحد ذاته إنجاز مرة كبير. فأنا مع إنه أصوات نسائية أكثر ككاتبات ومخرجات وممثلات، فأنا حاسة إنه هذا إن شاء الله يكون أول خطوة إنك تشوفوا أدوار نسائية أجرأ وأحلى وأكثر. وعلى الصعيد الشخصي حسسني قد إيش لما يكون العمل صادق ومو هو معمول كده عشان يعبي وقت على التلفزيون، يكون صادق وخارج من جوا، كيف على طول لأن النتيجة دي تتعكس على الجمهور. فإن شاء الله أعمال صادقة أكثر وتواصل أقوى، عرفتي؟ يعني واضح المسلسل بيحمل رسائل مبطنة أقدر أقول، فبعرف منك أهم الرسائل اللي حاولتوا أنكم توصلوها للشباب والبنات من خلال هذا المسلسل. هي ما هي رسائل قد ما هي ارتباط. أنا بالنسبة لي عمل الفنان سواء كان رسام أو مخرج أو كاتب أو ممثل، عمله متى يكون الفنان ناجح؟ لما يرتبط بالمشاهد أو اللي بيحضر العمل. فأنا بالنسبة لي أكبر رسالة إنه المشاهد يحس إنه هذا أنا بعيوبي بغلاطي بكركبتي برحلتي. إنه كثير جاتني رسائل من بنات وفي المدرسة يقول إنه يا الله ما تعرفي قديش أنا حاسة إنه أنا جوجو وكذا صار لي ويحكوني قصص، وأنا كذا أحس اللي الله أتصدق، عرفتي؟ فأنا بالنسبة لي ما هي رسائل قد ما هو ارتباط بناس شبهنا، إحنا من هنا من أرضنا، قصة من عندنا، واللي كاتبينها مو كاتبينها ناس أجانب وإحنا ترجمناها وعملناها عمل سعودي، لا هذه من السعودية من جدة تحديدا. فيعني أنا مع العمل الصادق ومع الارتباط القوي أكثر من إنه رسالة معينة، عرفتي؟ أكيد طبعاً، والعمل الصادق والكلام الصادق دائماً وأبداً ما يلامس القلب ويوصل لقلوبنا فعلاً. طيب فين وصلتي بتجربتك اليوم في كتابة السيناريو والتأليف، خصوصاً أنك مؤمنة جداً بأن المرأة أفضل من يتحدث عن المرأة؟ يعني شوفي أنا مخدها حبة حبة، دحين عملنا مسلسل إن شاء الله دحين بشتغل على فيتشر فيلم روائي طويل بكتبه، واحتمال الله أعلم احتمال نبدأ كتابة، لو أخذنا الجرين لايت احتمال نبدأ كتابة الموسم الثاني، لو في موسم ثاني لسه ما في ولا شيء أكيد، بس يعني إن شاء الله. طب بالنسبة لك سارة يعني بنعرف إيش جديدك، إيش الخطوات القادمة بعد تجربة جميل جدا؟ هل راح نشوفك أكثر كممثلة أو ككاتبة؟ الاثنين إن شاء الله. إن شاء الله. طب في شيء جديد، شيء حصري نقدر نتكلم عنه؟ لا هو زي ما قلت لك الجديد هو أني أنا قاعد أحاول أكرس نفسي، قعدت سنة ونص أو سنتين على كتابة هذا المسلسل، دحين أبغى نركز أكثر على فيلم روائي طويل إن شاء الله، ولسه قاعدين نطبخه لسه في بداياته. جميل جدا، نتمنى لكم كل التوفيق، وأنت مبدعة ما شاء الله عليك سارة، وبانتظار إنجازاتك القادمة. شكرا لك ويعطيك ألف عافية. شكرا لك أنت. مشاهدينا مستمرين معاكم بعد الفاصل، إبداعات شبابية تخطف الأنظار في هاكاثون جدة للإبداع وسباق الأفكار.